عال قمر في برجها العالي طلتك فارقة يا حية الطالة الديار انورت من نورك الغالي مرحبا يا ميرا يا هلا والله يا شعاع القمر في برجها العالي طلتك فارقة يا حية الطالة الديار انورت من نورك الغالي جت الافراح عند ابوك ماجد من هلا يا عساها تدوم السنين وليالي فلت امك زمان ما بعدها فلة وانت يا فرحها في كل الاحوالي جت الافراح عند ابوك ماجد من هلا يا عساها تدوم السنين وليالي فلت امك زمان ما بعدها فلة وانت يا فرحها في كل الاحوالي مرحبا يا ميرال يا هلا شعاع القمر في برجها العالي طلتك فارقة يا حية الطالة الديار انورت من نورك الغالي مرحبا يا ميرال يا هلا والله يا شعاع القمر في برجها العالي طلتك فارقة يا حية الطالة الديار انورت من نورك الغالي جت الافراح عند ابوك ماجد من هلا يا عساها تدوم سنين وليالي فلت امك زمان ما بعدها فلة وانت يا فرحها في كل الاحوالي جت الافراح عند ابوك ماجد من هلا يا عساها تدوم سنين وليالي فلت امك زمان ما بعدها فلة وانت يا فرحها في كل الاحوالي يرد الاتصال على جوال 0501 3468 66